ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ قبل ما نخش في الموضوع، انا طلبت عدسة جديدة عشان تبقى الدنيا اوسع ورايا وتشوف الدنيا بشكل اوضح، وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى بره البيت. وتقريبا زي ما انتم شايفين القناة اغلبها كان معلومات اكتر ما هي فلوجز يعني، فان شاء الله من اول الفيديوهات اللي جاية هتشوفوا كلام تاني خالص. انا كنت عايز اطلع بره البيت بس الجو كان وحش جدا، ولغاية دلوقتي اصلا اللي هو بصوا الجو فوق على الدنيا عاملة ازاي، السما مش عارف هتبقوا شايفينها اهي، اللي هو شوية تلاقي الجو فيه مطرة جامدة جدا، وشوية الجو هو زي ما انتم شايفين، وممكن اقل من نص ساعة تلاقي الجو كده. فانا خفت اطلع اصور برا والاقي في نص التصوير الدنيا باظت، فنرجع نعيد من الاول من البيت برضه. فان شاء الله من اول الفيديوهات الجاية الدنيا هتبقى مختلفة. قبل ما نخش في الموضوع، تعالوا اسمعكم مراتي وهي بتتكلم او هي بتقرا قران، وبعد كده نخش في الموضوع على طول. هي مش حابه تطلع في الفيديو، وبعد كده هنتكلم في الموضوع ده. يلا. بس فهي دلوقتي يا جماعة تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، بس أنا هبص الناحية التانية عشان هي لو شافتني وأنا وصلها تضحك. تمام؟ يلا. كان الدوزاج بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام، جود. اكيد طبعا كلكم عايزين تعرفوا هي ازاي بدأت تصلي، او ازاي تعلم القرآن، او ازاي الحاجات دي كلها. فانا تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. قبل ما نخش في الموضوع هوريكم دلوقتي حاجه، هي كتبت ايه. كان في بيبقى فيه لوح كده كاتباها، فكاتبه من اول الله اكبر في الصلاه لغايه ختام الصلاه يعني، عشان كانت وهي واقفه تبص عليهم وتفضل تصلي بيهم لحد محافظتهم يعني. وهنا وكان في برضو هتشوفوا كتابين كان بيفصل، مش تفسير القران بس، كلام القران بس بالالماني عشان هي تقرا وتعرف القران ده عباره عن ايه. طبعا احساس مختلف للواحد اللي هو يحس ان هو عمل حاجة كويسة في حياته، من اهم الحاجات اللي الواحد عملها في حياته او نجح فيها في حياته ان اللي انتوا سمعتوه ده. فنخش بقى ازاي الموضوع جه اصلا. طبعا بقى ازاي انا عرفتها والموضوع ده، انتوا زي ما قلت لكم في قصة السفر لالمانيا ممكن تروحوا تشوفوه وهتعرفوا. بعد كده هي سافرت وقعدنا نتكلم وعرفنا شخصيات بعض لغاية ما الموضوع ايه خلص والدنيا تمام. جينا في اهم نقطة ممكن نتكلم فيها اللي هي الدين، وعرفت هم بيفكروا ازاي في موضوع الدين. فلقيت طبعا الموضوع بيفكروا اللي هو لا، العرب فيهم حاجات متشددة والاسلام ومش عارفة ايه، وده الميديا اللي بتبقى هنا يعني اللي بيظهر في التلفزيون. لكن هنا كان هنا في المساجد ان الناس بتتجمع وبتقعد مع بعض، يفضلوا مثلا يتكلموا، اي حد مش منتمي حتى للديانة او ده كله، او المسيح اليهودي، اي حد بيقعدوا يتجمعوا وكل واحد بيقول افكاره وبيتكلم كقعده عاديه، اللي هو عارف قعده وديه وبيتكلموا. طبعا بينتهوا الموضوع، اما بينتهي كلهم اصحاب وكلهم بيتعرفوا على بعض، بعيد طبعا عن اللي بيحصل ممكن في بلادنا شويه، ان ممكن اتنين يتكلموا مع بعض من نفس الديانه بس مختلفين في حاجات في وجهات النظر، يطلعوا يشتموا بعض ويضربوا بعض والكلام ده كله. بس فاتكلمنا شويه فقلت لها لا، الموضوع ده مختلف تماما، موضوع داعش والجو ده كله. فقلت لها الناس دي اصلا هي ضدنا قبل ما تكون ضد اي حد تاني يعني، الناس دي بتبقى الحاجات اللي بتعملها ممكن تكون بتسيء لنا قبل ما انتوا تفتكروهم وحشين او الدين بتاعنا وحش، فدي اللي بيسيء للدين يعني. الناس ممكن تبقى ضد الدين اكتر ما هي ضد اي حد تاني. وكلمنا وقلت لها ما تيجي هتزوري اهلي وتشوفيهم وبتاع، تحس ان الدنيا مختلفة يعني، اللي احنا زي اي عيلة مصرية او اي عيلة عربية بنخرج وبنضحك وبنخرج ناكل بره ونتفسح ونخش السينما والدنيا ماشية عادية جدا يعني. فهي قالت لي تمام ومش عارفة ايه، وقعدنا نتكلم والكلام ما كانش داخل في الموضوع الجد قوي لغاية ما ايه ما هي تيجي، عشان ما بنشوف بعض الكلام بيبقى اوضح يعني. فكان اهم حاجة عندي في الموضوع ده اللي انا ما افرضش حاجة او ما اقولش حاجة اللي هو لازم تدخلي الاسلام او لازم تسلمي. انا من طبعي ما بقولش لحد انت لازم تعمل كذا،
انا من طبعي اللي هو انا بحب كذا وما بحبش كذا وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس كان اهم حاجة عندي اللي انا افسر لها النظرة الصح للدين بتاعنا يعني. فهي جت مصر وكانت هتروح تزور اهلي، وهي جاية بتزور اهلي طبعا، واحنا في الطريق طبعا اخويا جه خدنا الاول من المطار فقعد يضحك ويهزر، فهي بتضحك وتهزر، انتوا عارفين طبعا لما يكون لسه سن شباب وبتاع تلاقي الموضوع كده. هي كانت خوفها كله من ابويا وهو هيتقبل الموضوع ولا لا، عشان هي كانت عارفة اللي هو متدين شوية بيقرأ قرآن كتير والكلام ده، زي مثلا اي حد مصري لما بيكبر في السن شوية فالموضوع بيزيد عندنا شوية في قراية القرآن والحاجات دي. فواحنا داخلين ناحية البيت قربت بقى هي من ايه، عارف اللي هو انا حسيت القلق بتاعها والارتباك، واللي هي داخلة بقى وقالت لي طب هم هيقبلوني، طب هم مش عارفة ايه، طب ممكن يعملوا لي مش عارفة ايه، طب ممكن الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. فلا عرفتها ان الدنيا عادية جدا، وقلت لها اللي هي ممكن اصلا الترحيب اللي هتشوفه او الراحة النفسية ممكن تكون ما شافتوش طول حياتها يعني. وبدأنا نتكلم عادي لغاية ما دخلنا البيت، أول ما خبطنا وبتاع أخويا دخل وأنا دخلت وهي جاية في الآخر بقى، طبعا أمي قعدت تحضن فيها وتبص فيها ومش عارفة إيه، أنتوا عارفين الأمهات المصرية يعني. وأخواتي البنات وأبويا برضو رحب بيها جدا، وقعدنا في الأول أول حاجة بتتعمل في أي عيلة مصرية إن أنت اللي جاي لك ده بقى أجنبي هندي جاي من الصومال هو لازم ياكل، أول حاجة بتتعمل أكل. فهي شافت كمية أكل غريبة، أول مرة كانت تشوف المحشي، وأول مرة تشوف المكرونة البشاميل، وأول مرة تشوف الحاجات دي كلها. وعارف بقى اللي هي وهي بتاكل يتحدف لها الفراخ وتحدف لها البانيه وتحدف لها الأكل والحاجات دي كلها. وأمي الكلام بتاعها بتاع الإنجليزي وكده مش حلو قوي يعني، فاللي هي كانت بتخبط بأي كلام واللي هو تقول لها عايزة تاكلي تاني لازم تاكلي، فهي مش فاهمة. فانا كنت احاول اترجم، بس امي برضو من الستات الكبيره المصريه اللي هو تيجي تقول لها عايزه تاكلي هي مش فاهمه، فكانت تقول لها كلمه تاني بس عارف اللي هو عايزه تاكلي بالراحه اللي هو كده خلاص هتفهم. فالموضوع عدى، وبعد فتره ساعه مثلا او ساعتين قلت لها انا خارج اجيب حاجه، ما فرقش معاها خلاص اخرج، عارف اللي هي ارتاحت نفسيا يعني. والموضوع مشي واحده واحده والدنيا بقت تمام، وقعدوا مع بعض اليوم كله. وبعد ما الموضوع ما خلص فقالت لي انا كنت واخده فكره تانية، انتوا بتضحكوا وتهزروا اكتر مننا حتى، وخرجنا حتى جبنا حاجات من بره ودخلنا سينما، هي مش فاهمه الفيلم اللي احنا داخلينه بس عادي اللي هو فرحانه بالجو يعني. وقعدت مع ابويا وقعدوا يتكلموا شويه، وهي اكتر حد يعني اكتر حد كانت خايفه منه اللي هو ابويا، ودلوقتي اكتر حد هي بتحبه في العيلة كلها هو أبويا برضو، أكتر من إخواتي وأكتر من أمي وأكتر مني ممكن. فهي أكتر حد بتحبه يعني، لو هي بتعمل أي حاجة وشافتني بكلمه وسمعت صوته تيجي تكلمه يعني. فأكتر وبرضو أبويا كان يقول لي أهم حاجة تعملها إن أنت لو أنت وحش ما تحاولش تظهر أي حاجة وحشة منك، عشان أي حاجة هتعملها أنت ما بقتش قدامها مش هتسيء لنفسك، هي هتاخد فكرة إن المسلم وحش. فده كنت اكتر حاجة في البدايات بتتعمل، دلوقتي ممكن حاجات كده بس هي خلاص بقى دخلت في الموضوع وعرفت ان الوحش بيبقى من البني ادم مش من الدين يعني. والموضوع مشي، وبعد فترة سافرت، وقبل ما وفي مرة نايم، كان يوم اجازة طبعا كان يوم سبت تقريبا، فانا نايم فقمت الساعة 3 العصر زي مثلا اي شاب مصري عنده اجازة، فبنسهر لغاية 6 7 الصبح وبننام طول النهار يعني. فلقيت مسج جاي على الفيسبوك، ما كناش بنتكلم على الواتساب والحاجات دي كلها، مش عارف وقتها كان فيه ولا ما فيش بس ما اعتقدش يعني. وبعد كده جات لي مسج على الفيسبوك، بفتحها في الماسنجر، فببص لقيت صورتها بالحجاب ومع الامام اللي في المسجد هنا، واللي هي في هنا المقابل للامام بيبقى فيه واحده ست للنساء يعني. فلقيتها بعتلي صوره ورقه كده اللي هي غيرت للاسلام وغيرت اسمها وبقى وبالحجاب. ففي الاخر خالص انا امي كانت حكيت لها قصه كده، انا كان ليا اخت زمان اول ابن الابناء العيله بتاعتنا يعني، الام وابويا كان اخت، فهي توفت وهي عندها 4 سنين ماتت. فامي قعدت تحكي لها القصه وانا طبعا بترجم، والكلام اللي انتوا عارفينه ده الكلام اللي انا بقوله انا عارف اللي انتوا هتبقوا متخيلينه يعني. ففي الاخر خالص ترجمت لها وقالت لها وانا بترجم قلت لها ده كان اسمها كذا كذا كذا، فهي اما غيرت الاسلام اختارت الاسم بتاع اختي الكبيره اللي توفت دي. فطبعا الموضوع بالنسبه لي كان حاجه كبيره، وما قلت كده لاهلي مبسوطين بطريقه فوق ما تتخيلها يعني. والموضوع لغايه كده واسلمت.
بالنسبه للموضوع ده هيبقى كده خلص. في ناس كانت طالبه مني ان انا اكمل قصتي للسفر لالمانيا، فلو في حد عايز يسمعها اكتر او اكمل بعد ما جيت المانيا مشيت في البلد ازاي ولغايه ما انا بكلمكم دلوقتي، برضو سيبوا في الكومنتات وان شاء الله هشوفكم في فيديو ممكن يبقى من اول دخله المطار لغايه ما هوصل مصر ان شاء الله. ده هعمله لكم في الفلوج اللي جاي، ولو اي حد عايز يسمع اي حاجه تاني ممكن يكتبوها يعني. تمام، ان شاء الله اشوفكم على خير والواحد يوصل بالسلامه مصر. الفيديو الجاي هتشوفوه من مصر ان شاء الله. يلا سلام.